قضية مصادرة الأراضي وهدم البيوت الفلسطينية في القدس والضفة الغربية باتت أكثر ضراوة مع سعي الحكومة الإسرائيلية للتوسع الاستيطاني على حساب أراضي الضفة الغربية ومحاولتها فرض القانون الإسرائيلي على محميات ومتنزهات طبيعية ومواقع أخرى في الضفة الغربية. أما هنا في قرية الولاجي فهي مثال على عملية الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، فقد بني فيها حي جيل الاستيطاني والقسم الآخر وضعت إسرائيل يدها عليه بموجب أمر عسكري لإقامة مستوطنة هار جيلو ناهيك عن اقتطاع مساحات أخرى بفعل الجدار الفاصل. أما المحكمة الإسرائيلية فقد أصدرت أحكاماً بهدم أكثر من 30 بيتاً. مصادرة الأراضي وهدم البيوت تخلق بيئة يهجر الفلسطينيون بفعلها قصراً، ووفق معطيات مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة. منذ عام 2009 حتى يومنا هذا هدمت إسرائيل ما يزيد عن 9500 منزل مملوك للفلسطينيين وهجرت قرابة 14000 شخص، وتقع عمليات الهدم في مناطق القدس الشرقية ومناطق جيم الواقعة تحت الإدارة المدنية والعسكرية الإسرائيلية، وكذلك تشمل مناطق ألف وباء. منذ بداية العام الحالي هدمت السلطات الإسرائيلية قرابة 380 بيتاً وشردت حوالي 600 إنسان فلسطيني. وبسبب الاستيلاء على الأراضي وهدم البيوت الفلسطينية من قبل السلطات الإسرائيلية دعت 10 دول أوروبية من ضمنها بلجيكا وبريطانيا وفرنسا لمطالبة إسرائيل بوقف هذه الممارسات. ما لم تتحول الإدانات والبيانات التي يطلقها دول الاتحاد الأوروبي أو أي من الدول الأخرى إلى عملية ضغط على الحكومة الإسرائيلية من خلال البرلمانات والحكومات الأوروبية واتخاذ إجراءات فعلية لمواجهة عمليات الاستيطان وأيضا مصادرة الأراضي وهدم المنازل الفلسطينية وحتى تلك المؤسسات التي يقوم تمويلها الاتحاد الأوروبي، لن تقف الحكومة الإسرائيلية عملية مصادرة الأراضي وهدم البيوت الفلسطينية والتنغيص على الفلسطينيين وعلى حياتهم في مناطق جيم تحديدا من أجل تهجيرهم. طرق وأساليب مختلفة تحاول من خلالها الحكومة الإسرائيلية السيطرة على أكبر قدر من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية بخلاف المواثيق والشرعية الدولية وسط ازدياد الخشية من عملية ضم الضفة الغربية بصورة غير مباشرة. أحلام عثمان، المشهد، الولاجئ.